أول ما هتقول لسالم إنك ركبت كاميرات المراقبة في مبنى المحافظة هيروح جري يبلغ داني. وعلى فكرة ممكن يطلب يقابلك المرة دي. لازم المعلومة دي تتقال لداني بشكل ما يلفتش النظر. وأنا هقولها لداني برضو؟ لو سألك أنا عايزك تقولها له بطريقة إنك قد إيه بتكره البلد وقد إيه أنت كاره مصر وقد إيه الكراسي بتغير البني آدمين. حتى المحافظ بيتفشخر وبيركب كاميرات مراقبة علشان يدخل اللي هو عايزه وما يدخلش اللي هو مش عايزه. اللي يقبجه يدخله واللي ما شخشخش يجيبه بره. خلاص؟ طلعت الراجل مرتشي؟ احنا غير مالين حاجة. ماشي يا سيدي. هي برضه تحبك غلك وكرهك للبلد. شفت بقى سعادتك ان ساعات بتطلع مني حاجات كويسة برضه. قول لي بقى. فكرت في أول مقابلة ليك مع داني؟ هو هيقابلني فين؟ أكيد لا في السفارة ولا في السيف هاوس. واحنا نعرف فين السيف هاوس بتاعهم؟ لا. لأن هما بياخدوا طريق جبلي اللي بيمشي وراهم بيكشفوه علشان كده احنا بنوقف المراقبة. احنا منتظرين بقى ثقتهم فيك تزيد علشان نعرف مكانه. ان شاء الله هعرفه لكم يا فندم. ان شاء الله. اكيد داني هيقدم لي نفسه على انه صاحب الشركة اللي بيشتغل فيها سالم. ها؟ مش شرط. وبعدين مش مهم الصفة اللي هيقدم لك بيها نفسه. مش هتفرق معانا كتير. انا اهم حاجة عندي انا عايزك توصل له ثلاث حاجات. اولا انك قد ايه بتكره البلد. ثانيا انك مادي جدا وبتحب الفلوس وممكن تعمل اي حاجه علشان خاطر الفلوس. ثالثا ان طموحاتك ملهاش سقف. قد ايه انت شاطر ومعتز بنفسك ومعتز بشطارتك في شغلك. لعلمك خطوه زي اللي تمت بين ساره واللواء جلال دي بتاكد مصداقيه شطارتك في شغلك. كل ما عززت نفسك اكتر كل ما جري وراك اكتر كل ما رقهم جري عليك اكتر كل ما دفعوا لك اكتر. معلش يا باشا، يعني الفلوس اللي هم هيدفعوها لي دي هتبقى ليا لوحدي ولا ايه؟ ولا هنصصها يعني؟ لا ليك لوحدك. سيبهولي ابن الحرام. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله، اوعي تقولي فاكراك وربنا عيط. غبت قوي المره دي. انا ما انت فاكره اهو. بصي بقى ست البنات، انا المره دي جاي وطمعان في ذوقك، عايز حته هديتين علاقه. لا واطفال برضك؟ لا المره دي هنلعب مع الكبار. بس خدي بالك المره دي اتنين مش اي اتنين، عايزين نركز واحنا بنختار. مفيش مشكله. قول لي بقى عندهم كام سنه ورجاله ولا ستات؟ ستات. ايه اللي ستات؟ ده ستات قوي. فندم؟ ما زي ما في رجاله قوي في ستات قوي برضه. ولعلمك بقى من اجيال مختلفه كمان. الله يا سلام. هدي مثلا تنفع لمريم جدا. وشبه؟ طب احنا كده ناقص لنا مين بقى؟ سهرة. تلات اهرامات. بصي هم دول. انا تعبتك معايا، مش عارف اقول لك ايه، بس ذوقك عظيم في اختيار الهدايا. كملي جميلك بقى ولفي لي كل هدايا لوحدها، بس خدي بالك الهدايا دي مسافرة امانيهم كويس. ماشي. ومفيش احسن من الصراحة. وامشي عدل يحترع دوب فيك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. اتفضل. عليه الصلاة والسلام. من يد من اعدمها. وانا كنت بقول ايه؟ امشي عدل يحترع دوك فيك. واللي تعرفوه مني عن نفسي احسن من اللي تعرفوه من بره. ده اصله مسألة نسب. ما فيهاش مغش ولا اوانطة. الله، ودي عمايلك عروستنا؟ لا دي ماما. تسلم ايديكي. ما يجراش حاجه، تتعلميها منها. حكمنينا نفسها في الحلويات. عسل يا عسل. متشكره. هو انا كنت بقول ايه؟ انت جاي تخطب ولا جاي نفكرك باللي كنت هتقوله يا حاج سيد؟ عدم المؤاخذة، الواحد من كتر مشاكل الشغل ومن كتر العيال دماغه بقت مخووتة. عيال؟ هو أنت عندك عيال؟ عدم المؤاخذة، عندي سبع عيال، نسوان الكروم زي الخيط كده ورا بعض، تقولش كانوا داخلين لبعض السلع؟ وإن شاء الله بقى على ذمتك دلوقتي كام ست؟ اتنين يا ماما. لا لا لا، عدم المؤاخذة تلاتة، ما انا رجعت واحدة اول امبارح لظروف عياها. مسألة انسانية لا اكتر. كمالة عدد يعني؟ يعني ايه كمالة عدد؟
انت عاملهم سبحه ولا عليك ورد بتتممه يا حاج سيد؟ لا 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 مالي الباشمهندس عمر زعلان ليه؟ انا جرى ايه؟ هو انا غلطان لما اقول الحقيقه يا نينا؟ نينا 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 جرى ايه؟ انت راجل فاكر نفسك في الروضه؟ ده انت اللي يدور عليك يلاقيك اكبر من امه الله يرحمها. ليه بقى يا نينا؟ انت مواليد كام؟ وانت مالك؟ ازيك يا خالد؟ ازيك يا حبيبتي؟ سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي الصحة؟ اهلا وسهلا. ابراهيم غزال الشال خالي الاولاد ومدير صالات كامل للبلياردو. اهلا وسهلا. امال فين المحروس ابنك؟ محروس ابني مين؟ العريس. انا العريس حبيب خاله. اقسم بالله لو دخل قرار كلامك عن الجوازة دي لك مدغدغ الاوضه على دماغك يا فاطمه. اهدى يا عمر اهدى عشان خاطري عشان خاطري يوطي صوتك. في يا بت في ايه ما تفهميني؟ وعمل لك عمل وكل ده ليه؟ عشان الكلب اللي اسمه ريعو؟ يا عمر انا اللي هعيش معاه مش انت. وريعو ده خلاص صفحه واتقفلت من زمان. ابوس ايدك بقى يا عمر ابوس ايدك خلصني. ماشي يا فاطمه بس خليكي فاكره انت اللي هتحاسبي على المشاريب. انا خارج اعمل لك اللي نفسك فيه. وانتوا اتكلمتوا في موضوع الشبكه والمهر والحاجات دي ولا كنتوا مستنيين لما انا اجي؟ ولا بتهيألي الحاجات دي مش هتفرق مع الحاج سيد يا خال. الراجل شاري وداخل البيت من بابه. على قولت الباشمهندس وفاطنه قصدي الانسه فاطنه تتقل بالذهب. شوفوا طلباتكم ايه وانا سداد. خلاص طالما مفيش خلاف في المساله دي يا حاج يبقى مبروك الفتحة. كلش الزغروطة اللي رنت من شوية دي تخص فاطمة والراجل العجوز الخرفان اللي لازم من عندهم يجرجر رجليه ده. لا دي صبر اتولدت بقى. انت بتتريق؟ انت عارف الراجل عمال تتريق عليه ونازل وخرفان مالته قد ايه؟ دي وقعت واقفة بلا نيلة. اللي واخد القرد على ماله اهو. مش عارفك بقى ان القرد ده بالذات مالته هتروح. الله ده انت مركزة وبتدافعي وشايفاه املا بجد بقى. انا اللي مركزة ولا بدافع؟ انت اللي شايفه قرد في صدري عمال تصغر من قيمته خلاص. ما صغر وقلل زي ما انا عايز ولا هو كان من بقيه اهلي. جرابت لا تقف عوج وتتكلمي عدل. انا لا هقف عوج ولا هتكلم عدل ولا هقف معاك من اصله. انا طالعه لامي. يلا اخويا سلام. ربنا يرزقك باللي يكفيكي على فمك عشان تطلعي بسرعه لامك. بس هم ملهاش كتالوج صحيح. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. صدق الله العظيم. أنا عارفة إن ابتداء ربنا بس أنا عملت كل حاجة الدكتور طلبها مني. يبقى ليه بس؟ ليه؟ لو في ذلك حكم يا بنتي. يا رب قوي أنا خلاص ما بقتش قادرة. مساء الخير. مساء النور. مساء النور. إيه يا حبيبتي عاملة إيه دلوقتي؟ الحمد لله. أهي زي الفل أهي. وهتفضل زي الفل طول عمرها إن شاء الله. يلا بقى انا سلم الورديه هنا عشان انا عندي ورديه تانية هناك في البيت. على فكره الدكتور قال انها ممكن تخرج النهارده وترجع البيت. لسه معدي عليه دلوقتي بس بيشترط الراحه التامه. طيب ربنا يريح قلبك يا ولادي. يعني من بكره الورديه هتبقى في البيت. ده هيبقى احلى واقرب. يلا سلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. ربنا ما يحرمناش منك يا بابا. يا حبيبتي معلش انا اسف. انت عارفه ضغط الشغل عليا جامد قوي واليومين دول بالذات. لو ما كانش كده كنت ما فرقتكيش لحظه واحده. ما كناش تعب مع بابا. ربنا يقدرك يا حبيبي يخليك ليا. ولا يحرمنيش منك ابدا. قادر يا كريم. ايه يا روح قلبي انت هتشحتي عليا ولا ايه؟ يعني احنا اخواننا سيبنا الراجل ينزل كده من غير ما نأمن مستقبل البنت ونتكلم في الشبكة والمهر. خصوصا ان الراجل ده يعني سنه كبير
وممكن يفيص مننا في أي لحظة. ما تقولي حاجة يا رؤية. والنبي تسيبوا رؤية في حالها. رؤية فيها اللي مكفيها. ما تتكلم يا حبيب خال، ومش أنت الكبير؟ كبير إيه بقى يا خال؟ كبير هو اللي قال نقرا الفاتحة. برضه مش بيع وشروة كامل. ومش إحنا يعني اللي هنوصل الحكاية إن إحنا نبيع لحمنا ونعمل عليه مزاد. طالما في خطوبة وجواز يبقى في اتفاقات. ولا أنا بدب في مالطة؟ ما تتكلمي يا فاطمة. تتكلم؟ تتكلم تقول إيه؟ إذا كانت هي اللي رايحة جايباه وجاية. ألو. إزيك يا عمر؟ كل ده ما تسألش عليا؟ معلش، لما أجي هبقى صالحك. المهم طمنيني، بابا وماما عاملين إيه؟ في جديد؟ إيه ده أنت جاي؟ جاي إمتى؟ قولي بسرعة. مالك متسربعة كده؟ كل 24 ساعة أكون عندكم. المهم طمنيني، بابا عامل إيه؟ أنا مش فاهم أنتوا واجعين دماغكم على إيه؟ الراجل قالها وأنتوا مركزتوش، هيتقلها بالدهب. يعني من البلدي كده مش هيدفعنا ولا مليم، ده غير إنه هيشيلها فوق دماغه. طمعانين في إيه تاني؟ طب وسارة؟ معرفتش تعمل حاجة مع المحامي؟ طب قولي لي الشغل عامل إيه؟ خليك أنت يا فاطمة، لا يكون الحاج سيد رجع في كلامه وعايز يتكلم في الشبكة والمهر والحاجات دي. السلام عليكم. الباشمهندس عمر موجود؟ عمر. عمر. ازيك يا جابر؟ عن اذنك يا خال. ازيك يا جابر؟ اتفضل. الله يخليك، مش هقدر. خير يا جابر؟ الحق مدام نهى.